الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع برنامج أحكام التلاوة، هذا البرنامج الذي نعيش فيه مع القرآن الكريم، مع النور المبين. ووصلنا في تلاوتنا لسورة الرعد الآية 19، قول ربنا جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ومعنا يعني أهل القرآن بارك الله فيهم، نستمع لتلاوتهم ونعلق عليها. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. نعم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. نعم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون. فخم الراء. ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. لو سأل سائل ما حكم الراء من كلمة سرا، نقول له حكم الراء هو التفخيم. يعني نسمع لبعض الناس يقول سرا وعلانية، هذا لا يصح على رواية حفص عن عاصم التي نقرأ بها. الصواب ترقيق السين وتفخيم الراء، سرا وعلانية. وأيضا ويدرؤون، نرقق الدال ونفخم الراء. كلمة عقبى هنا بارك الله فيكم لابد من ضم العين، ضم العين وسكون القاف مع قلقلة. بعض الناس يقول عقبى، يعني يضم العين ثم يضم ليه القاف. طبعا ضم القاف هنا خطأ. نعم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. رقق الباء وفخم الراء. الباء هنا مرققة بين مفخمين، الصاد والراء. صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سكن القاف مع القلقلة كما قلت. عقب الدار. فنعم عقب الدار. نعم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. كلمة يبسط بارك الله فيكم لا بد من ترقيق السين، ترقيق السين مع ضمها جيدا. بعض الناس يقلب هذه السين إلى صاد، هذا لا يصح وهذا لا يصح. نقول هكذا يبسط، يبسط بهذه الكيفية. نعم. ويقول الذين كفروا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. نعم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه إلا هو الواو حركتين إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كلمة لتتلو بارك الله فيكم هذه الواو مفتوحة عند الوصل كما سمعناها لتتلو عليهم الذي، أما لو وقف القارئ على هذه الكلمة يقف بسكون هذه الواو ويعني كده تصبح الواو مدية فتصير الكلمة عند الوقف هكذا لتتلو، لتتلو. أما عند الوصل لتتلو عليهم الذي. نعم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. نعم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من
من القول. لا القول، القول، القول. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. رقق الدال. وصدوا، وصدوا عن السبيل. ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. نعم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. نعم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ضم التاء كويس ويثبت ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نلاحظ بارك الله فيكم هنا في قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم، إما هنا جاءت مقطوعة، إذن يجوز الوقف عند الاختبار أو عند الاضطرار على إن بدون ما، بدون ما، يعني عند الاختبار أو عند الاضطرار يجوز أن أقول وإن بهذه الكيفية. نعم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار بين العين وسيعلم وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. نعم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. لام را. لا ألف تاني. ألف لام را. لا غنة الميم زادت. ألف لام را. ألف لام را. 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 ألف لام را. ألف لام را. نعم. كتاب كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يعني في افتتاح هذه السورة المباركة قول ربنا جل وعلا ألف لام، هكذا تنطق ألف، أما لام فتمد بمقدار 6 حركات، يعني المد أصلا يكون في الألف التي بين اللام والميم، وهنا الميم حكمها الإظهار، حكمها ليه؟ مد لازم حرفي مخفف، مد لازم حرفي مخفف، يعني لا نزيد في غنة ليه؟ في غنة هذه الميم، ثم بعد ذلك راء بمقدار حركتين، بمقدار حركتين هكذا. ألف لام را. نعم. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. نعم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. نعم. ولقد أرسلنا. قلقل الدال لا تكسرها. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نعم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. شكرتم، رقق الشين والكاف وفخم الراء. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. نعم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. يعني والذين من بعدهم إما تجعلها مع ما بعدها أو مع ما قبلها، إن فيه على بعض المصاحف علامة الإيه؟ علامة التعانق، علامة التعانق بين كلمة ثمود وبين كلمة بعدهم. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. نعم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن لا ممكن تقف على ولكن وتبدأ بها التلاوة. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عبادي. طالما وصلت أفضل. نعم. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مع آخر آية في هذه الحلقة. نعم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شفيعا لنا في دار الآخرة، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.